مستقل بحضرة النبي ولا ايه؟ آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر. أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة ولا فخر. أنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. أنا أول من يقرع حلق الجنة يوم القيامة ولا فخر. أنا لها كل يوم القيامة يكتو على الركب يرتعد جبريل، هذا سيكون مرعوبا مزعورا يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يرفع اللواء. اوعى تأمن لحد غير ربنا سيدنا النبي، محدش أحن علينا من الله ولا حد. شوف سيدي ابن عطاء الله السكندري بيقول ايه؟ لا تصاحب الا من هو بعيبك عليم. عيب. وليس الا مولاك الكريم. عيب. بالله عليك مين اللي واخدنا على عيبنا؟ ربنا. هو بيقول لك الشيخ رقيب يطالعني فاعصي جهالة. هو انا شايفني وانا عارف انه شايفني، وبقفل الباب عشان اخويا ما يشوفنيش. طب يا قليل الادب، يا جاهل، يا اعمى البصيره، ما ربنا شايفك. تقفل الباب ايه؟ طب ده تقفل الباب في وشه ازاي؟ ها؟ رقيب يطالعني فاعصي جهاله، غباء مني. اكثر دعاء يقرأه الشيطان، ردده كل يوم فيهرب منك ولا يستطيع أن يضرك. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه ومالكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا ومطلعا على عوراتنا، من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، يرانا هو وقبيله من حيث لا نراه. تمر بنا الأيام سرعة كأننا نرى سرعة الأيام كالبرق إن برق، فإن كنت ذا لب حصيف وحكمة فلا تجعل الأيام تمضي كما سبق، وحث إلى الرحمن سيرا، فإننا على هذه الدنيا كحبر على ورق، وحث إلى الرحمن سيرا، فإننا على هذه الدنيا. تمر بنا الأيام سرعة كأننا نرى سرعة الأيام كالبرق إن برق، فإن كنت ذا لب حصيف وحكمة فلا تجعل الأيام تمضي كما سبق، وحث إلى الرحمن سيرا، فإننا على هذه الدنيا كحبر على ورق، وحث إلى الرحمن سيرا، فإننا على هذه الدنيا.